Utopia. السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم سنتعلم أسماء حيوانات المزرعة باللغة العربية. هيا بنا نبدأ. مرحبا يا شهد. أهلا يا وليد. هيا نرحب بأصدقائنا يا وليد. مرحبا يا أصدقائي. هل سنذهب يا شهد إلى مكان جديد؟ نعم يا وليد، لكن لن أخبرك حتى نصل إلى هناك. حسنا يا شهد، هيا بنا نذهب. أحب المزرعة يا شهد. وأنا أيضاً يا وليد. وأنتم يا أصدقائي، هل تحبون المزرعة؟ رائع يا وليد، أصدقائنا يحبون المزرعة مثلنا. ما رأيكم أن نتعرف شيئاً جديداً عن المزرعة يا أصدقائي؟ هيا بينا يا شهد، أخبرينا شيئا جديدا اليوم بخصوص المزرعة. حسنا يا وليد، هل تعرفون حيوانات المزرعة؟ أنا لا أعرفها كلها، وكذلك أصدقائي لا يعرفون حيوانات المزرعة. هيا أخبرينا يا شهد. حسنا يا أصدقائي، هيا بنا نتعرف على أسماء حيوانات المزرعة. هل أنتم مستعدون يا أصدقائي؟ هيا بنا نبدأ. هيا بنا. خروف خروف خروف. بقرة بقرة بقرة. ثور ثور ثور. حصان حصان حصان. حمار حمار حمار. ماعز ماعز ماعز. جمل جمل جمل. أرنب أرنب أرنب. ديك ديك ديك. كتكوت كتكوت كتكوت. دجاجة دجاجة دجاجة. ديكون رومي ديكون رومي ديكون رومي. بطة بطة بطة. قطة قطة قطة. كلب كلب كلب. هيا يا أصدقائي مرة أخرى. خروف خروف خروف. بقرة بقرة بقرة. ثور ثور ثور. حصان حصان حصان. حمار حمار
حمار. ماعز ماعز ماعز. جمل جمل جمل. أرنب أرنب أرنب. ديك ديك ديك. كتكوت كتكوت كتكوت. دجاجة دجاجة دجاجة. ديكن رومي ديكن رومي ديكن رومي. بطة بطة بطة. قطة قطة قطة. كلب كلب كلب. رائع يا شهد، لقد تعلمت أنا وأصدقائي عن حيوانات المزرعة وأسمائها. ما رأيكم يا أصدقائي أن نلعب لعبة؟ هيا نلعب يا أصدقائي. هيا يا أصدقائي، أخبروني أين هو الماعز؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. أحسنتم. هيا يا أصدقائي، أخبروني أين هو الخروف؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. جيد. هيا يا أصدقائي، أخبروني أين هو الحصان؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. أبدعتم يا أصدقائي. هيا يا أصدقائي، أخبروني أين هو الثوب؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. ممتاز. هيا يا أصدقائي، أخبروني أين هي البقرة؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. نعم. هيا يا أصدقائي، أخبروني أين هو الحمار؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة.
يا أصدقائي، أخبروني أين هو الجمل؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. ممتاز، هيا يا أصدقائي أخبروني أين هو الديك الرومي؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. أبدعتم يا أصدقائي. هيا يا أصدقائي أخبروني أين هي البطة؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. ممتاز، هيا يا أصدقائي أخبروني أين هما الكتكوت؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. نعم، هيا يا أصدقائي أخبروني أين هو الأرنب؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. رائع، هيا يا أصدقائي أخبروني أين هو الكلب؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. ممتاز، هيا يا أصدقائي أخبروني أين هو القط؟ معكم 10 ثواني لتخبروني الإجابة الصحيحة. أبدعتم يا أصدقائي. لقد كنتم رائعين يا أصدقائي، لقد تعلمنا سويا حيوانات المزرعة، نراكم قريبا، إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء يا أصدقاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد.